اشمعنى العذراء مريم اللي مفيش زيها. احنا عندنا في التسبيحه بنقول الآب تطلع من السماء فلم يجد من يشبهك، صح، ارسل وحيده اتى وتجسد منك. فالعذراء دي مختاره من وسط الناس لانها انقى الناس واعظمهم، وارتفعت فوق الشاروبيم والسرافين بحبلها وملادها للمسيح، فهي مميزه بين الجميع يعني. عشان كده الملاك قال لها سلام لك ايتها الممتلئه نعم، معناها انت اصلا ممتلئه نعمه، عشان كده ربنا اختارك وزادك نعمه فوق نعمه، انه بقى حل في احشائك عشان ياخد منك ناسوت كامل زينا بالظبط. رحت لما بتخيلي سيدنا انه الانتظار اجيال، وكل واحده كانت منتظره ان المسيح يجي من نسلها، ويعتبروا عار ان الست ما تخلفش عشان المسيح يجي من نسلها، ويفضل يقول هل كل الاجيال دي ما كانش في واحد تشبه العذراء؟ فقد ايه هي مختاره، لا قبلها ولا بعدها. اكيد اكيد يا سيد، انا عارفه يعني قد ايه، دايما لما نيافتك بتتكلم عنها بحس ان احنا في حضرتها، وانا بقعد اتلفت كده ان الواحد شايفها يعني.